لعبتيها الحوات الملقبة بيرلا. المسيرة ديالي الفنية وموهبة عارضة أزياء بديتها 2012 بالضبط مدينة بركان. تما كانت البداية ديالي مع جمعية شباب بلا حدود واللي كنشكرهم. صافي بديت بحال اللي كانت هوايه ومن بعد رجع حب وشغف لهذا الميدان. شاركت في مهرجان ملكه جمال افريقيا ووصلت حتى النهائيات، للاسف انه ما كملتش لظروف خاصه. شاركت في مهرجانات في الناظور، شاركت في مهرجان قفطان نورتي العالمي اللي عرف مشاركه المصمم العالمي اللبناني هاني البحيري ومشاركة الفنان المصري أحمد زاهر. شاركت في عدة مهرجانات عديدة. كانت تجربة زوينة ليا حيت تعرفت على مصممين وعارضة أزياء محترفات مثل ليلى حديوي اللي نشكرها، وهي اللي وجهتني وعطتني نصائح وساندتني وشجعتني. شوتينغ للمحل أفراح الطالب يحيى بمناسبة المجموعة الجديدة اللي كان ندعو جميع بنات بركان العروسات المقبلات على العرس أنهم يزوروا محل أفراح الطالب يحيى المعروف محل جديد. بالنسبة للقفطان اللي لابسه هو قفطان دو كريب اورانج منبت كما كتشوفوا قصة طويلة باش تكون العروس فرحة تامة وما يدرونجيهاش. عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.